مجلبة الحمد رحمه الله ومع الصفرية صفحة 186. هذا ما نسب إلى المعتزلة أنهم يوالون مرداسا هذا ويزعمون أنه خرج منكرا جور السلطان داعيا الحق، كما أنه قد نسب إلى الشيعة أنهم كانوا يوالونه بدعوى أنه كتب للحسين رضي الله كتب للحسين رضي الله عنه يتبرأ من الخروج ويقول للحسين رضي الله عنه أنا على دين أبي. وبعد موت مرداس اختار الصفرية لرئاستهم عمران بن حطان، نعم، وهو عمران بن حطان بن أبو بيان السدوسي مفتي الخوارج الأكبر وشاعرهم الفذ المخضرم. هذا عجيب، كان سنيا سلفيا فأضلته زوجته الخارجية، وهذا يدلك على فضل بذات الدين. سلبت يداك، أحب المرأة وتزوجها، فقالوا كيف تتزوج حرورية؟ قال أهديها، قال أنا سعيد أن تخرج من بدعتها، فهدته وأخذته إلى بدعتها والعياذ بالله. نعم، فأصبح يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وارضاه ويقول وضربة من تقي لعلي يريد بها عند ذي العرش إقدامه. نعم، لا 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 لا، هذا عمران بن حصين، أيوة عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه. نعم، كان قبل أن يبتلى بهذه الفتنة مشتهرا بطلب العلم معتبرا من عند الحديث، وقد أدرك عددا من الصحابة. لذلك الإنسان دائما يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب كما عند مسلم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوب قلبي لطاعتك. والإنسان أبدا ما يأمن على نفسه الفتنة يا أخوان، أبدا ما يأمن على نفسه الفتنة. هذا عمران بن حطان كان شاعرا سنيا سلفيا محدثا معتبرا، لكن الله يعافينا وإياكم. نعم، وقد أدرك عائلا من الصحابة وروى عن عائشة رضي الله عنها حديثا في القضاء أو في القضاء، أيوة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقاضي العدل فلا يزال به ما يرى من شدة الحساب حتى يتمنى أنه لم يقض بين الناس أب أي نفع لم يقض. خرج له البخاري رحمه الله أهل المفرد، وقد فتن بمذهب الخوارج بسبب امرأة خارجية من قبيلته رغب في زواجها ليردها إلى الحق فأضلته وذهبت به. عشان كذا يقول لك إيش بعض اللي يقول لك لا تذهبن لأهل بدعة وحدك لكي تناظرهم أو لكي تقول أرده أن أردهم إلى الحق، فلعلهم أن يضلوك. أحد الشباب، وهذه قصة لما كنت في مسجد الكوثر، أحد الشباب حديث واحد باستقامة وأصحابه لا زالوا مع الكبتاجون والترامادول والأدوية المخدرة هذه عافانا الله وإياكم، فقال أذهب إلى الاستراحة وأقول لهم كلمتين لعلهم إيش يتوبوا. فلما ذهب إليهم وضعوا له المخدر فين؟ في القهوة، وأعطوها إياه. أبطأ على الشباب الطيبين فذهبوا في إثره يطلبونه، فلما أخذوه وجدوه إيش قد سكر من هذا المخدر. فيا أخي المبارك لا تجلس مع أهل بدعة ولا تقول أذهب لكي أناصحهم وحدك، لا تذهب اثنان لا تذهبان ثلاثة ومعكم طلبة علم، نعم وإن كان الأصل، وإني أجل طالب العلم عن المناظرة. نعم، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله. صدق أورق في مذهب الشوافي وكان أصله من البصرة، فلما خيف من شره طلبه الحجاج بن يوسف فهرب إلى الشام مختفيا، ونزل على روح بن زنباع الجذامي أمير فلسطين ووزير عبد الملك بن مروان مدعي أنه أزدي، أنه أزدي أيوه. فلما أحس به عبد الملك هرب إلى عمان، وكان إذا نزل حيا من أحياء العرب انتسب إليه نسبا قريبا، وفي ذلك يقول يوما يمان إذا لقيت ذا يمني وإذا لقيت معديا فعدناني، وإن لقيت معديا فعدناني، يعني من معد ابن عدنان. نعم، وهذا يدل على الإمعة، هذا يدل على إنسان الإمعة اللي ما عنده مبدأ. نعم، ولم يدفع عمران بن حطان ينتقل من حي إلى حي يبث سمومه في أشكال شتى من أنواع الدعاية حتى مات مختفيا عام 84 هجرية. ومن خبيث شعره قوله لمدح عبد الرحمن بن مسلم الخارجي
قالت علي رضي الله عنه يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله، عبد الرحمن بن ملجم ألف أوفى البرية، حتى أوفى من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل أهل البدع. نعم. لله در المرادي الذي سفكت المرادي اللي هو من مراد، من مراد قبيلة هذه. نعم، عبد الرحمن بن ملجم المرادي. نعم. لله در المرادي الذي سفكت كفاه مدة شر الخلق إنسان. أعوذ بالله، أصبح عليا والعياذ بالله، أصبح عليا عندهم من شر من شر الخلق، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع منظومة المدنيين رحمه الله حيث يقول ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الآن لو عندنا مفسدتان فنبحث إلى أقلهما، ولو عندنا منفعتان فنبحث إلى أعلاهما، وهذا القاعدة هي لا ضرر ولا ضرار، أصلها ذلك الحديث. وأصل هذه القاعدة أيضا يترتب على من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، حديث أبي سعيد الخدري صحيح، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان عندك إزالة المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه فتحرم الإزالة، وإذا كان يترتب عليه منكر مساوي فإنه تجوز الإزالة، وإذا كان يترتب عليه معروف أكبر منه فإنه يجب عليك الإزالة. وأيضا تأخذ بقاعدة الضرر يزال شريطة ألا يترتب عليه مفاسد، وهذا أيضا يدخل فيه القاعدة الفرعية أن جلب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو من قال جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، وهذه كلها قواعد كلية من القواعد الكلية الخمسة التي يجب على الناس أن يهتموا بها. فإن وجدت منكرا فعليك أولا أن تراجع نفسك، هل هذا المنكر إذا أزيل يترتب عليه منكر أكبر أو أقل أو منفعة أكبر؟ وإذا كان عندك ضرران فتبحث إلى أقلهما، وإذا كان عندك مصلحتان فتبحث إلى أعلاهما. نعم. الآن لو قلنا إنك أنت وجدت رجلا يشرب خمرا، وإذا جئت تزيل ذلك المنكر بيدك ترتب عليه أن يقوم فيقتلك، ودليل ذلك لما سكر حمزة رضي الله عنه وأرضاه وجب سنام ناقة علي التي كان يريد أن يجعلها لفاطمة في عرسها، فلما شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه يكلمه، فنظر إليه وعيناه محمرتان ثم قال ما أنتم إلا أعبد أبي، لأن أنت عبيد أبويا، ما من شدة السكر ما قدر النبي مقداره عليه الصلاة والسلام. قال فدخل النبي وأجاف الباب، لأنه عرف الآن أنه ما ينفع أن إيش تتكلم معه مثل هذا الموقف، وقف على ذلك. نعم. طيب من عنده كتاب الشفاء؟